السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبكم قصة جدا جميلة، هذه طبعا خاصة بالنساء وبالسيدات. هذه تتكلم عن الشجاعة وعن القوة وعن الجهاد في سبيل الله، يعني والنساء عظيمات، يعني ليسوا يعني ليس لهم قيمة، بالعكس الإسلام جعلهم من أجمل وأحسن وأكمل النساء. المهم الشاهد، بطلة قصتنا اليوم هي الصحابية الجليلة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. أخوها مين؟ تخيلوا مين أخوها مين؟ أخوها أسد الله حمزة بن عبد المطلب، اللي كان ما أحد يعني كان يقدر يوقف أمامه من قوته وشجاعته رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم القصة في غزوة الخندق، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع بالجيش يقاتل المشركين، وكان بينه وبين اليهود كان بينهم يعني عهد انه يعني ما حد يعني يغدر بالثاني، لكن اليهود نقضت العهود، هذا تاريخهم. فهذاك اليوم كان الصفية رضي الله عنها من ضمن النساء والاطفال اللي موجودين داخل الحصن او القريه او زي كذا، يعني كانت مسوره. فهذاك اليوم اتوا اليهود قالوا نريد ان ننقض على من داخل الحصن هذا. فسبحان الله يعني حست فيهم صفية رضي الله عنها، فتركت أحد اليهود ينزل من على السور، المهم وهي تتخبى وتضربه ضربة قوية وتحز رأسه، يعني قطعت رأسه، طيرت رأسه. فتخيلوا بعد كذا سوت، شالت رأسه وترميه من على السور. لما شافوه اليهود الباقين هربوا، قالوا إن محمدا قد يعني قد ترك جيشا في الداخل، يعني هذولا أهربوا، ما يعني ما لنا طاقة فيهم. وتخيلوا منه الجيش، صفية رضي الله عنها كانت حتى تساعد الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوات، وكانت تساعد الجرحى، وكانت يعني مقاتلة شديدة. يعني سبحان الله، ترى النساء عظيمات ما هم بسيطات. فهذه قصتنا اليوم كذا باختصار، ما نريد أن نطيل، ولكن نبغى نوصل رسالة أن النساء عظيمات وقويات، وهم الذين يعني من خلفهم الأجيال والأبطال والشجعان والعلماء والمهندسين والعباقرة، تراهم بعد الله عز وجل صدق فيهم المثل يقول وراء كل رجل امرأة عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يكون من أمتنا أمهات عظيمات يخرجون لنا المهندسين والأطباء والشجعان والأبطال والمعلمين والعباقرة والمهندسين. إن شاء الله أحباب القصة عجبتكم، لا تنسون اللايك والاشتراك وتدعمونا في القناة، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله يا حفيدات الصحابة. في أمان الله، مع السلامة، الله يحفظكم ويرعاكم، مع السلامة.